السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غنوجدو الدجاج في الطاجين بالقوق وجلبانة إن شاء الله. هنا الدجاج عندي غسلته نقيته كذلك، غنخليكم الرابط ديال الطريقة باش كنغسل الدجاج في أسفل الفيديو إن شاء الله. عندي هنايا تقريبا واحد ربع معلقة ديال السمن بلدي على حسب النوعية ديال السمن اللي عندكم. عندي هنايا التومة محكوكة، عندي الحامض مصير، عندي قزبر ومعدنوس. كمية ديال القزبر والمعدنوس اللي موجودة عندكم، أنا درت واحد الكمية لا بأس بها. عندي زعفران شعرة، الملح، عندي المروزية، عندي سكينجبير، عندي زعفران عرق. هاد المروزية أنا هادي كندير فيها ملي كنبغي نطحنها كندير فيها شوية ديال البزار بيض، لأنني يعني مكنستعملش البزار بزاف. كيف كتلاحظوا معايا دائما كنقولكم في الوصفات ديالي يمكن ليكم نتوما تضيفوا البزار إلا كنتو كتبغيو. صافي، هنا غادي نخلط هاد العناصر هادي كامله مزيان. كيف كتلاحظوا دائما عندي انا في التوابل اللي كنستعمل ما كنكثرش الابزار كذلك، وكذلك الهريسه. هاد الطريقه هادي جربوها الناس اللي عندهم مشاكل مع الهريسه والابزار، كيف كنقول لكم دائما كتجي رائعه غير انكم تولفوها. هنا صافي، من بعد ما خلط الخليط انا ناخذ تقريبا واحد النصف ديالو اللي غنديرو مع الجلبانه. صافي، هادشي اللي كيبقى ديال هاد الخليط اللي درت، غادي ناخد الدجاج وغادي نحاول ندهن به جميع الاماكن ديالو. كنحاولوا ان هاد الدجاج اللي عندي انايا بلدي تقريبا هذا فروج صغير، يعني غير طيب ليا في الطاجين بسرعه. هنا انا ما كنستهلكش اللحم بكثره، يعني ما كنطيبش اللحم يوميا، يعني كنطيبه مره في اسبوع بهالطريقه هذه. يا اما كناخذ هكا دجاج بلدي او فروج بلدي هكا وكنطيبه. انا هنا ماشي ما كنبغيش اللحم، بالعكس كيعجبني اللحم، غير هنا كنفضل انا هالطريقه ديال انني يوميا ناخذ واحد الكميه قليله ديال اللحم ونطيبها مع الخضره، الا كنفضل ناكل الخضر بوحدها. ملي كنبغي نطيب اللحم كندير هاد الطريقه هادي، يعني كناخذ هكا فروج يكون بلدي او دجاجه كنستافدوا منه بزاف. صافي، هنا غناخد عندي بصله مشلضه بيضاء، من الاحسن الدجاج نستعملو فيه البصل الابيض. صافي، كنوضع البصل في الطاجين، كنوضع ليه القنصه والكبده وهاد الاشياء الاخرى ديال الفروج اللي عندي هنا، اللي كيبغيها يستعملها، اللي ما كيبغيهاش يتجنبها. انا كنخليهم هكا صاينين، كنفرشهم للدجاج لانني ما غنوضعش الماء بزاف في الدجاج. غنوضع ليه تقريبا واحد كاس ديال الماء ونديروه فوق عافيه تكون مهيله ونحطوه يطيب على خاطره. هنا شحال ما كانت العافيه مهيله شحال ما الدجاج او اللحم كيطيب لينا بسرعه. كناخذ هنا القوق وكنحاول انني ندير لي هاد القمه هذه اللي خلطت مع الثومه مع الحامض مع العناصر كاع اللي شفتو معايا. صافي، وكنخليه في جانب. كيف قلت لكم عندي القوق كنكون سالقاه وكنديرو في المجمد في الوقت اللي كيكون عندي موجود، وكذلك جلبانه حتى هي كندير لها نفس الطريقه، كندير لها نص سلقه ومن بعد كنوضع عليها الماء البارد وكنحتفظ بها في المجمد الوقت اللي كنبغيوها، كنلقاوها هكا موجوده. بالنسبه للماء اللي غنطيبوا فيه الدجاج، لان كيف قلت لكم الدجاج بلدي كيبغي الطياب، لكن هذا عندي انا صغير، غنكتفي بكاس ديال الماء كبير اللي غنضيف ليه وغندير العافيه كيف قلت لكم مهيله باش كيطيب على خاطره وما كيشربش لينا الماء. وكاين بعض الانواع ديال الطين اللي كيشرب الماء، نردو معاه البال. وإلا ما كناش بغينا نطيبوه في الطاجين نديروه في الكوكوط يطيب لينا ومن بعد نردوه للطاجين. صافي، انا من بعد ما درت الطاجين فوق النار مهيله غناخد هنا زيت الزيتون، غندير تقريبا واحد 4 ديال المعالق هنا في الجلبانه. كيف قلت لكم الجلبانه عندي مسلوقه، غنخلط مزيان هاد التوابل اللي درت ليها او هاد القامه كامله باش تشربها ليا، ونخليها في الجانب بما طاب ليا الدجاج. الا كانت عندكم جلبانه ما مسلوقاش، ملي كيقرب يطيب الدجاج عندنا كناخذوا جلبانه وكنوضعوها في واحد الجانب ديال الطاجين باش ملي كطاب لينا في الاخير كنعاودوا
نهزوها كيف غتشوفوا كيف كنوضعوها فوق القوق اللي غتشوفوا معايا ان شاء الله في الاخير. هاد الطريقه هذه اللي قلت لكم ديال الجلبانه والقوق كتجي رائعه مع الدجاج بلدي. بالنسبه للدجاج الرومي كيخصو ضروري كيتحمر ويتشرب مزيان. صافي هنا كيف كتشوفوا عندي الدجاج من بعد ما خليته طاب عطيته الوقت اكثر من اللي خاصه، وخاصه عندي بالنسبه لهذا الفروج هذا هو صغير كيف كتشوفوا عندي طاب بزاف يعني وتحل، ولكن كذلك جا رائع. كان هزيت ديك لاصوص اللي كتكون او ديك الدغميره اللي كتكون ديال الدجاج، انا باقي ما ضفتش ليه الزيت. صافي كان نبقى نوضعها عليه من الفوق. من بعد ضفت ليه داك الكاس ديال الماء، كنت ضفت ليه نصف كاس تاني ديال الماء. كيف شفتوا الدجاج عندي طاب بزاف، لكن ماشي مشكل لانه هو دجاج بلدي ما غنحولوش بلاصتو باش غنحمرو، يعني واخا طاب بزاف ماشي مشكل لان كان عندي الفروج كي قلت لكم من حجم صغير يعني ما كبيرش، يعني طاب بسرعه وطاب مزيان. صافي كناخذ القوق كنستفوه. صافي هنا كناخذ جلبانه كنوضعها في الوسط ديال كل قوق، كنوضع واحد الكميه. صافي وكنردو فوق النار مهيله كذلك غير كيتشحر لينا لان هنا عندنا كل شيء طيب، كيشرب لينا داك لاصوص اللي كان عندنا في الجلبانه وكذلك الزيت، لان كيف لاحظتوا معايا انا ما ضفتش الزيت للدجاج غير السمن اللي ضفت ليه في الاول فقط ودوك الدهون اللي فيه. الاحسن بحال هاد الاكلات هادو يكونوا خفاف ما يكونوش مدمنين بزاف. صافي هكا حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله ديال الجلبانه. من بعد ما كملت الجلبانه والقوق غنوضعو فوق النار مهيله. صافي كنخليو حتى كيبان لينا تشحر لينا الطاجين وكذلك تعسل وشربت القوق ديك التوابل اللي كانت باقا في الجلبانه، وكذلك الدجاج عندنا حتى هو كينشف. هنا كيف كتشوفوا معايا هو هنا الطاجين عندي بدا كيتشرب عندي، غادا نغطيه ونخليه. صافي هنا هو الطاجين عندي تشحر كيف كتشوفوا عندي، الدجاج كذلك تعسل، القوق كيفاش تشرب عندي. القوق بهذه الطريقه وجلبانه كيجي رائع، جربوه ان شاء الله. هنا كتكون بالنسبه لي انا احسن طريقه هذه، يعني نطيب اللحم مره في الاسبوع كيكون احسن كنستافد منه، وكذلك كنعوضوا وليداتنا حتى واحد الوقت الا ما كانش عندنا موجود اننا نطيبوا اللحم كيكون احسن، يعني ما يمكنش لينا نطيبوه يوميا حتى بالنسبه للذات ديالنا ما كتستافدش منه. نعوضوا اللحم يوميا بمره مره بالسمك كذلك، وهذه الطريقه ديال اننا نطيبوا اللحم مره في الاسبوع ويكون بطريقه احسن. وكذلك بالنسبه للدجاج بلدي كيف كنعرفوا فهو مفيد وصحي وخاصه بالنسبه للاطفال كذلك. هنا الى درنا عمليه حسابيه يعني الفروج طلع ليا ب 80 درهم، يعني غنطيبوا مره في الاسبوع، يعني حسن من ان كل نهار ناخذ واحد الكميه ديال اللحم على حسب كل كياخذ الكميه اللي كيقدر عليها وكنطيبها، يعني ما كنكونوش مستافدين منها. ولا تعودنا كل كيقول لك انا ما نقدرش نطيب بدون لحم، لكن جربوا هذه الطريقه هذه ان شاء الله وغادي تعجبكم وغتستافدوا منها يعني صحيا وكذلك ماديا. نتمنى من الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ديال اليوم، واللي غيزور القناه لاول مره ما ينساش يضغط على زر الاشتراك باش دائما توصل بالجديد.